أنا اسمي محمد أكرم جد الله الطويل، مصور في عمان من سنة 1954. مهنة الفوتوغراف خاصة يعني في لها تقريبا يمكن 5-6 مراحل. هذه الماكينات أول ما بلشنا فيهم صور تأخذ 8 صور، هذه الماكينات هذول كاميرات ولا شيء. بلشنا حياتنا بالكاميرات البدائية، تجيب الكاميرا البوكس هاي وتحط الشاصي فيها اللي هو في قلبه بيكون النيجاتيف. هذا كان لما بدك تجهز النيجاتيف بدك تدخلي الدارك روم، الدارك روم مظلمة ما فيها، ما بتقدر تشوفي أصبعك فيها. من قاعد الشخص ونوزع الإضاءة، الإضاءة كنا أول مش بالفلاش ويمشي الحال، لا الإضاءة توزيع. أنا صورت مع الملك حسين الله يرحمه ويحسن إليه أول شيء. كنت أطلع معه أصور الحفلات اللي بيفتتحها هو. أنا أول فيلم هو في الأردن صح، وأنا كنت مصور الفوتوغرافي في الفيلم. أنا من سنة 1954 لغاية الآن كل يوم بطلع هالدرج ومزل هالدرج 4-5 مرات، تعودت عليه.